أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم. أهلا بيكم في الفيديو ده. هنقدم لكم بعض الأسئلة الهامة وحلولها اللي وردت في بنك المعرفة بالنسبة لمقرر الكيمياء الثانوية العامة النظام الحديث 2021، وبعض المصطلحات في نهاية الفيديو على سنت ممكن تكون محتاجها على بالنسبة للمنهج المصري ومنهج السعودي، ودي برضو خدمة لأهالينا وتلاميذنا في المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية. وداخل الفيديو برضو بنديك هدية، طريقة مبسطة لعمل الكحول الإيثيلي من عملية تخمر كحولي زي اللي احنا خدناها طبعا في دراستنا، التخمر الكحولي لسكر القصب او الملاس اللي هو مخلفات صناعة السكر من قصب السكر، بس احنا طبعا هنعمله من السكر دايركت على طول باستخدام بيكنج باودر او خميرة بيرة. ممكن تجيب خميرة جاهزة او اكياس زي ما هي موجودة عندك في الفيديو، وشوفوا الطريقة. وطبعا انت لو عاوز تحصل على الكحول بتركيز 70% عشان تستخدمه كمطهر لازم برضه عجية تعمل له عملية تقطير، وده طبعا هنوريك في فيديو اخر. انا بس كان ايه الفكرة هنا نوريك خطوات التخمر الكحولي حسب المعادلات المقررة عليك اللي هو تخمر سكروز سي 12 اتش 22 او 11 بلس اتش 2 او، سهم عليه انزيمات التخمر. الانزيمات دي طبعا موجوده في خميره بيره، فطر الخميره، بيديك جزيئين من السكر الاحادي، جلوكوز سي 6 اتش 12 او 6 زائد فركتوز سي 6 اتش 12 او 6. في الخطوه الثانيه بيحدث عمليه تخمر وتحلل بتستكمل للجلوكوز لانه ابسط انواع السكر سي 6 اتش 12 او 6، طبعا انت عارف ان هو الدوز من الصيغه البنائيه ليه لانه بيحتوي على مجموعه فورمايل او الديهيد. المهم بيتحلل بيعطي سي 2 اتش 5 او اتش ايثانول وبيدي ثاني اكسيد الكربون، وانا بستدل على حدوث عمليه التخمر من تصاعد غاز سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، طبعا بيعكر ميه الجير، بس احنا في الفيديو هنحاول نوريه لك خروجه في الميه على هيئه فقاعات. طبعا انت عارف ان هو بيضيف في الميه بيعمل حمض كربونيك، لكن احنا يهمنا بس ايه تشوف ان هو بيخرج على هيئه فقاعات. لو عاوز تتاكد ان هو ثاني اكسيد الكربون طبعا ايه هتستبدل الماء بمحلول ماء الجير الرائق سي اي او اتش باي 2 هيدروكسيد الكالسيوم محلول، لكن احنا كل غرضنا بس ايه نوريك ان التخمر بيحصل. العمليه دي بتستمر ما بين 5 لـ7 ايام في جو دافي، يعني درجه الحراره ما تزيدش عن ما تقلش عن 32 درجه او 30 درجه مئويه، ما تحطش في الثلاجه طبعا، تحطه في مكان دافي. وطبعا تسد الفوهات الزجاجات زي ما انت هتشوف في الفيديو ببلاستر بحيث ان ايه ما يحصلش تنفيس عشان العمليه تتم بسلاسه، ويستحسن تستخدم زجاجات بلاستيك علشان تجمع الغاز بداخل الزجاج ممكن يؤدي لايه لمشكله. هسيبكم مع الفيديو وشوف الاسئله المهمه في بنك المعرفه وشوف طريقه تحضير الايثانول، وتابعني باستمرار الفتره اللي جايه. طبعا ايه احنا المفروض في المراجعات النهائيه هنتابعك ونوليك باسئله للمراجعه عشان امتحان الثانويه العامه في جمهورية مصر العربية وفي بعض دول الخليج زي المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى زي الإمارات والبحرين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بإدارة القاهرة الجديدة ومدينة نصر. شكرا.
في النهاية بعد ما عرفنا طريقة الحل، تابعني باستمرار على القناة وعلى المدونة، وهسيب لك اللينك في نهاية الفيديو أسفله. وأي سؤال في مجال الكيمياء العضوية أو غير العضوية ابعت بيه، وأهم حاجة بس إيه، تخليك في بيتك ونفذ التعليمات لحد ما إن شاء الله ربنا يزيح هذا الهم عن مصر وعن العالم كله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.